هاي فرحت بزاف حيت بجد عجبتكم عجبتكم لا كولور ديال شعري. من بعد نقول لكم شنو، حيت انا ما عارفاش حيت كيخلطوا بحال هكا، ما نقول لكم شكون اللي دارها لي وكل شيء، نخليها لكم ستوري. الحاجه الاولى هذه، الحاجه الثانيه غنهبط نوريكم هاد لا غوب هادي حيت زوينه بزاف. الحاجه الثالثه على ود لا بودغ، لا بودغ دابا راه هي كاينه في ستوك. هادي بودغ لفتح الشهيه وزياده الوزن، وكدير حلول للقولون العصبي، المهم كاين غوتور زوين 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 ليها، كلشي كيشكرها. كتزاد لك الوزن بواحد السرعه، كتفتح لك الشهيه. المهم انا نخلي لكم لاباج وحتى لو ليان اللي بغى يدير لا كوموند من المغرب، توصيل خارج المغرب باقي ما كاينش، دونك انا نخلي لكم لاباج. اليوم انا نعست بزاف، مشيت جبت فنه وجيت وداكشي وديته وجيت، ولكن نعست بزاف بزاف. منكم كيسولوني على شعري، شكون اللي صبغوا لي؟ صبغوا لي امين، خدام هنايا في واحد الصالون قريب مني، هو اللي صبغوا لي. ودابا راه باقا ما ساليتش، هذا ماشي لوك فينال، يلاه نعاود نكمل داكشي اللي بديتيه باش هو ما يخرجليش الصباغه على شعري. كنديروا داكشي شويه بشويه شويه بشويه باش عاد نوصل لهذاك اللون، حيت كما شفتوا كان شعري مبرقع وفيه فيه النوار، دونك النوار صعيب باش يخرج. هو خرج لي هاد لا كولور صراحه مقدني، وان شاء الله نزيدو نكملوا باش تكون بارفيت. انا كنخلي لكم لو كونط ديالو هنايا، دابا كيبان لكم مزيت حيت زيت الاذان انا جايه. المهم انتم عارفين انا جو سوي فيدال لي برودوي ديال دعاء، وصلتني البوكس بلاتي نحيد هاد لي بون، وصلتني هاد البوكس هادي صراحه فيها بزاف ديال لي برودوي، كاينين اللي استعملتهم كاينين اللي باقي، ولكن اللي زربت عليهم استعملتهم دابا شي دو سمين هما لي برودوي ديال الشعر. علاش؟ حيت كنت عواله انني نصبغ شعري، وكان خصني قبل ما نصبغ شعري نجرب لي برودوي جداد. كانوا عندي ديجا لي برودوي القدام، الناس اللي متبعيني شحال هادي راه كيعرفوني ديما كنبارطاجي معكم لي برودوي ديال دعاء، ولكن دابا جات واحد اللعيبات وحدين اخرين جاوا، دونك عجبني الحال الصراحه. كاينين شي حاجات زوينين نبارطاجيو معكم وتشوفوا، حيت ملي كنت كنقول لكم على الطومبوله اللي دايره كانوا انا معكسه، كنت كنقول لكم على الطومبوله كنقول لكم راه كاينين دي برودوي جداد وشي نهار نبارطاجيو معكم. دونك هذه هي الوقيته سيداتي وسادتي، خصوصا الناس اللي باغيين يصبغوا شعرهم، ولا الناس اللي باغيين شعرهم يطوال، ولا الناس اللي باغيين شعرهم يقوى ويزيان، دونك هادو غيكونوا شي حاجه مهمه ليكم. هاد ستوري ضحكت فيها بزاف، ما عرفتش علاش جاتني الضحكه. المهم قلت لكم اول برودوي كاين هو هذا كابي بوست، هذا كيتشقق به الشعر، فيه اكثر من 70 مكون. الاخر اللي كنت كنستعمل ديجا وكنت كنبارطاجي معكم كان فيه 40، وكان شعري طوال الحمد لله. شوفوا انا ما كن لا اكذب عليكم، ما عرف فين يوصل الشعر عندي، كيوصل لي حتى لهنا. المهم هذا كنديرو كنبقى به واحد جوج ساعات قبل ما نغسل شعري، كيعاون على يطول لك شعرك، يقوي لك. الناس اللي عندهم مشاكل ديال التساقط ديال الصدفيه ديال القشره كيرد لك شعراتك واعره. وزوين اللي زوين فيه هو ان ريحته ماشي مزعجه، بالعكس ريحه طبيعيه، مكونات طبيعيه 100%. دونك انا كنخلي لكم هنايا لاباج بيان سور، وكنخلي لكم حتى لو ليان باش ديروا لا كوموند. وفي الاخر ديال لي ستوري عندي لكم واحد المفاجاه زوينه بزاف.